إن دجال خوار اللي يكسر على الأسعانود ودجال حرب فتنة ودجال إلهي سبحانه وتعالى يرسل كيسة الرجال جرينين ما هدجال جهادة ما هدجال محاتي لهذاي قرن نمو يدولة نمو يضل حسين واحد دون ضد وكم مجابين وحرب فتنة أوقف والبا وحوك جيسته أدين يؤور إشارة كلوة وحوك جيسته الله تلو الدين دون سبحانه وتعالى ضد كبوة سفي لين عيدونا كسف ثاني خطر بلن باك تجيرته وحين سحسوسين حديث كان خطبة داروك سوى قادني صحابي الجهاد كوچري النبي الله صفنا صلى الله عليه وسلم نين دي سيفت دول هريي سامر كود دول دقيب ويري لا إله إلا الله انت يسو چران سيفت واسيس عطي واسير رعي دابعنا والوال بالوت بي النبي ورك واهري وحاوي نين كاما واحد دي شي مركو كلمة دا قرد واغي كد باد دي شي وانما والي ما انت كورا شهادن هابو يري مر مرسي عيدا كبدنا كوين ودلدل إن الله مدا أما كله وعقل يجري كرا أمره سبض معنى حوالي المعقول كوا أيو دليل شري رسول كلا هيو ديني كنا شهادة كما هينة سيفت بك جبني هو بكوسك حشيني رب كما هين مر والبا أمر مرسي كان وحولها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل بال أو تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة كلمة دي نكاس كل واقعي يوم القيامة حقك كجري دونته حقا ورك عدونته ساد كوسمين يا كذا من اللي كلمة دا يوم القيامة مركب كوتي ما دو مركز رسول كلا يبركو كقوسين وعذار وهرا وحوبا إلى حقك رسول كلا إله الدمدا في ويدي دم وقالوا بام صوم مسلمان فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة النبي وحي كقضي يوم القيامة كلمة داسات كييري وحنا سحابيين وحان كنت تلقري ما لنتا كهر إن أنا إسلام هين سي حرد وخطر هين تين مركا محاد مود ما كوة تين مركا مرمسية لو هيريا وقوبتي جهادك وسيفتي وتاغن وحاتي لهذا وعذر دار لو سمعين كرو وديك هذه بحاجة قلبي كما صدقيني سيفتك هي جبنا يي يتين وحلك عيسو من أيام قفل بو حسابي قضبك كوا الواكا ولا الأيام ما قال الله حكى السعودة إيه هلاقة إيه قحة إيه دمشاء إيه نعول بكويا لا إيه أنا لقصو كبانينين إيه تسابتي آخرين السوقيسة وادقال كنوع عصو كلا قفك يقيل كلا وصبين أيا إيه جهاد كرنق أيا ووضن كان دفاعينا وقرن بان دفاعينا وحدود بان صحرينا إسايا وطالة قفكي جهاد مودية إيه حاجة كلي كجيرة إيه عرضة ركلة إيه هل كان لقى الدقنين إيه معنى حوالي شكا كلا إيه أنا إيه قا أصمين دون عدي أصمين إسا جهاد إيه هور إلهي إيه قا أصمين دون لكن دقال كاسي ودقال ضد مسلمين الأحمرية كسا ليسا سياسة قبيالد إيه الدنقار أما إحنا ما دون يا دون دون وكتشروا سيدا أوجد قف والبوحة وكتشروا إنه كبر حاضر يا دوا عسكري هاي هدوم ملاحي هاي هدوم متشي هاي هدوم حاجة كتشي هدوم حاجة كتشي لبا وحة وكتجي سنة الضيال كاسي إنه كت معنا إمال لي أدين لي أفل معنا حماس لي إنه كتحدى رأيه وبعند وغضب غضب كلام هذا ولا يال هذا ذكر هذا مجال هذا الأسعانوت هي الضيال كاسعود dagaal kaasi waxaan leenahay waa inuu istaago waa in la joojiyo waa in la wada hadlo waa in la wada fadhiisto waa in si degdeg ah uu istaago waa in dhiigga daadanaya iyo hantida burburaysa iyo dadka qaxaya la joojiyo maslaxa kuma jirto 30 sano kadib oo dalka ay dagaal la sokeeyo burburiyeen oo aqli iyo waayo aragnimo ay kordhi lahayd in maanta dagaal lagu noqday wax maslaxa kuma jirto duruustii ina soo martay inaanu wax ku qaadan waynana waa aqli xumo inteeda leeg dagaal wax ma dhalo faa'iidana ma laha markuu dad muslimiina u dhaxeeyo marka hore waa isu ka qurxinaya inaad faa'iido ku gaadhayso iska tusaya شيطان باكو موچينيا لكن اخيرا مركو اوغو دنبايسا عيب اي طوبا ايا دحفري سني نتيجنا كغاري ميسيت ميله هيدنا وينو هينا ايدو اي سيدا تهي واجب تهي ان اصلاح
iyo nabad dhulka lagu soo dabaalo dagaaladuna istaagaan ayay haddana waxaa laga maarmaan ah oyna arrintaasi diidaynin inaan caddayno sida saxda ah iyo khaladka dhacay iyo maxaa habboonaa. magaalada muddo fatra waxaa ka jiray nabadgelyo xumo, waxaa ka jiray dilal qorshaysan oo hadafkeedu u ahaa lagu beegsanayay bulshada labeenteeda, haldoorkeeda, ganacsatadeeda, culimadeeda, odayaasheeda, waxgaradkeeda, ka duwan deegaamada kale ee xukuumadda Soomaaliland ay ka taliso, oo muddadii 30 sano ahayd nabad iyo horumar iyo barwaaqo iyo wax Ilaahay lagu mahadiyo laguna farxo ku sugnaa, aada iyo aadna ay tahay in loo ilaaliyo loona horumariyo, iyadoo deegaamada kale Soomaalida intooda badan qaraxyo iyo nabadgelyo xumo iyo dhibaatooyin iyo muwaajahaad ka jireen. haddana muddadaasi deegaamadaasi inay nabad iyo horumar iyo istiqraar ay ku noolaayeen waa wax lagu farxo, ayna tahay in la sii xoojiyo oo aan dhaawac loo geysan. laakiin waxaa ka duwanayd magaalada Lascaanood. dilalka dhacaya muddada soo socday mas-uuliyaddeeda waxaa iska lahaa inay ama meel ku sheegto ama soo afjarto xukuumaddu meesha ka talinaysa. yaa samaynaya, yaa dadka laynaya, yaa dadka iqtiyaalaya? maxaa ka duway magaalooyinkan magaaladan magaalooyinka kale? waa su-aal isweydiin loo jawaab uga baahan xukuumadda. xukuumaddu waa ku fashilantay inay arrinta iyo malafka iyo faylka inay xalliso, waana wax iska cad, cid walbana isweydiinayso, nin walba maxaa dhacay, see wax u jiraan? qodobkaasi waa qodob muhiim ah. qodobka labaad ee mudan in la tilmaamo wuxuu yahay dadkii deegaanku markay u adkaysan waayeen oo sabri waayeen oo ka kacdoomeen oo mudaaharaad ka kiciyeen oo arrintii ka gadoodeen, jawaabta la bixiyey ee xukuumaddu bixisay ma habboonayn inay noqoto dadka in xabad lagu rido la laayo ma ahayn. jid kaloo wax lagu hadlayaa la heli karay, saxna ma ahayn dad aan hubaysnayn oo mudaaharaadaya oo qayliyaya oo xaq raadinayay in xabad lala dhacay ninna garowsho ku heli maayo, iyaduna sax ma ahayn, mowqif sax ma ahayn. gartu allay leedahay, gari allay leedahay. midda saddexaad waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go'aan iyagu ay maslaxa bideenna ku dhawaaqeen oo inay Soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ah, iyadana ma ahayn jawaabta la bixin lahay, mana munaasib kuma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco, sax ma ahayn.